بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. خشية هي الخوف المقترن بالعلم والتعظيم، فإذا اقترن الخوف بالعلم والتعظيم سمي خشية، وأولى الناس به من من الله عليهم بالعلم. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن نظر في الحياة بتأمل وجد أن المرء جبرا قد يخاف من شيء مجهول، فينقص هنا ركن العلم فلا يسمى خشية. وأحيانا يوجد العلم بالمخاف منه، كخوف الإنسان من الكواسر والسباع، لكنه ينقص هنا تعظيم المرء لتلك الكواسر والسباع فلا يسمى خشية، وإنما يسمى خوف. فإذا اقترن ذلكم الخوف كما بينا آنفا بالتعظيم لمن يخاف وبالعلم به سمي هذا الخوف خشية، وهذا لا يكون إلا في حق الله جل جلاله على النحو المطلق والوجه الكامل. قال الله جل وعلا: إلا تذكرة لمن يخشى. وأوفر الناس حظا ونصيبا بمعاني القرآن من رزقهم الله جل وعلا الخشية منه جل جلاله. فهذه الخشية التي رزقوا إياها في قلوبهم تجعلهم إذا تري عليهم القرآن يدفعهم العلم أن يعلموا أول الأمر أن هذا كلام الله الذي يخشونه، وأن هذا كلام من يعظمونه ويحمدونه ويعبدونه. فيجتمع في هذا باعثان عظيمان على أن يتأثر المؤمن بالقرآن، فإن عدم أحدهما أو كلاهما كانت خشية الإنسان وتأثره بالقرآن أقل. والناس في هذا منازل شتى لا يحصرهم إلا خالقهم جل وعلا، وإلا الأصل أن القلب يملأ خشية من الله. فإذا تلي عليه القرآن وأدرك أول الأمر أنه كلام الله فانقاد إليه وانقاد به. قال الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال ربنا: إلا تذكرة لمن